تبارك الله ما شاء الله، هذا مليح تبارك الله. شوفوا الاخوان، سي محمد يعني في الفيديو الجاي ان شاء الله راه غادي تشوفوا الغنم فاش كانت في الكوري، وهذه هي اللي جاب تبارك الله ما شاء الله، مليح تبارك الله. تبارك الله ابو محمد، تحياتي. الله يسخر، الله يجيب التيسير، الله يسخر. ها المليح تبارك الله، هذا هو الحاضر، حاضر يعلم الغايب تبارك الله. الله يسخر. فاش بقات فاش؟ 44 2200. شتا مرسومة تباعت؟ تبارك الله ما شاء الله. شحال عطاك السوق؟ 44 2200 درهم تبارك الله. هذه هي الغنم اللي صورنا معاك على برا، ولكن شتك جبتي غير شحال هنا، شحال جبتي من راسك؟ 30 تبارك الله، مليح تبارك الله. واش جبتي الصغيرة ولا الكبيرة ولا؟ غير الصغيرة تبارك الله. شحال مازالك دابا في الكوري؟ شي 80. انت غتبيعها ولا مازال تجربيها شوية؟ غتبيع؟ يجيب الله التيسير. يلاه عطينا نمرة التليفون. مرحبا. 066 57 44 54 54. يجيب الله التيسير. شحال قلتي لها البيعة؟ خويا كنقول لها 46. 46 يجيب الله 2300 باش قاعدة. سهلت نادي، سهلت نادي. شتا هذا مرشوم هذا الشاري؟ لا جا الشاري باش يرشم، ما بغيناش، ما تفاهمناش، هو يزيد الحال. ايوا خويا بعتي هذه الله يسخر، ما بعتيش المهم. الكمال على راه مازال في الدار، مازال في الدار اختها، مازال غيشوفوها ان شاء الله في الفيديو ان شاء الله. الرحمن الرحيم. يجيب الله التيسير. اللهم الله يسخر، الله يكمل بالخير. هو الاخوان السلعه تبارك الله هي هذه في السوق تيم حضيت. كاينه فازرو ياك؟ فزرو تبارك الله. هم الاخوان مازال تقريبا شي 80 حبه، واي استفسار سي مهند راح حط نمره التليفون تبارك الله. اللهم يسر. مازال ان شاء الله نحطوا الفيديو ديال السلع اللي بقات الاخرى. اللهم يسر. الخير هذا تبارك الله سي محمد. صور السي محمد. لاحظتك.